اعتقد بانه خصنا واحد اجتهاد بالنسبه للحكمه باش كل واحد يعرف المسؤوليه ديالنا. حقيقه العمل اللي كيقوم به المجلس وهو عمل مهم، وخصوصا انه جميع الفعاليات كتشارك في هذا العمل، وهذا الاسس ديالو مهمه. هما هناك كثير من الاقتراحات، ولكن غادي ناكد على جوج ديال الاقتراحات. اولا خصنا واحد البرنامج طويل المدى، لان البرنامج اللي دابا كتخطط له الحكومه ل 2030 هو غير كافي. خصنا تكون عندنا واحد النظره مستقبليه على الاقل من هنا ل 2050 على الاقل، لانه هذا هو اللي غادي يسمح لنا باش ننتجوا سدود، نبنيو سدود اخرى، ولا نديروا مياه ديال وحدات ديال التحليه ديال المياه ديال البحر الى غير ذلك. النقطه الثانيه اللي كنبغي ناكد عليها، وانه خصنا نتعاملوا بذكاء مع الجفاف اللي هو مستقبليا غادي يتفحش بالنسبه للمنطقه ديالنا، وخصنا نعرفوها ونكونوا واعيين بها ونقبلوها. وهو انه يكون واحد التعزيز بالنسبه للبرنامج ديال التحليه ديال المياه ديال البحر. انا اعتقد بانه البرامج اللي هي مخططه الان هي غير كافيه باش تسدد تشد الحاجيات ديال المياه ديال الشرب في المستقبل، لانه قريبا غادي نكونوا 40 مليون ديال الناس، ويمكننا نتحملوا جميع المسائل والمشاكل، ولكن المغاربه ما يتحملوش العطش. وحنا كنشوفوا بانه هذا العام هذا ديال 22 الحكومه عانت من هذه القضيه هذه ديال العطش، انه اضطرت باش تنقل الماء بالشاحنات وتعبيه المحلات اللي ما فيهاش الماء، لان نتفاداو هذا الشيء هذا. واؤكد كذلك على نقطه ثالثه، وهو انه خصنا نقوموا بواحد الاجراءات من ناحيه ديال الاثمنه، الكلفه والاثمنه ديال ديال ديال, ديال الماء، باش حقيقه تكون الاثمنه في متناول الضعفاء، ولكن ما تكونش اثمنه اللي كتؤدي بنا للتبذير ديال الماء.